بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات سريعة وهامة عن القواعد المسلحة. في نجارة القواعد المسلحة يتم توشيح وهو رسم القواعد المسلحة أعلى القواعد العادية. الرسم ده بيكون ببكرة خيط، البكرة دي اسمها تشيك لاين، وبيتم وضع أكسيد بداخلها. الأكسيد ده لون أزرق أحمر، أي لون حضرتك عايزه. بعد كده تبدأ تحط على الأكسيد ده سائل، وتحط الأكسيد داخل البكرة الخيط مع السائل، ويتم رج البكرة جيدا لغاية ما الخيط اللي موجود جوه البكرة يتم يتشبع باللون الأكسيد. بعد كده نبدأ بشد طرفين الخيط، طرف مثلا عند نقطة يمين ونقطة شمال. بعد كده يجي واحد تالت أو واحد تاني يجي يشد الخيط ده من المنتصف، وبعد كده يتركه فينزل يطبع على الأرض يرسم لنا الخط بتاع التوشيح دوت. فده خط التوشيح. بنتعمل ازاي؟ ببكرة خيط، البكرة دي اسمها تشيك لاين، بتحط جواها أكسيد ومية، نرجهم كويس لغاية ما الخيط يتلون باللون الأكسيد. بعد كده بنكون احنا موقعين نقطتين، النقطتين دولت بناخد طرف الخيط نحطه على النقطة الأولى، والطرف التاني نحطه على النقطة التانية، ويجي واحد تالت في المنتصف يشد الخيط من المنتصف يعلى بيه لفوق، بعد كده يتركه فينزل الخيط يطبع على الأرض. ده أسلوب التوشيح. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء لي ولأبي ولأمي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.